خير اخويا اخويا شكرا شكرا هنا هنا نروح شكرا شكرا الله يبارك فيك رجالة يا روح قلبي شكرا هناء حبيبتي يا حبيب قلبي يا روح قلبي تستاهل يا روح قلبي يا سهل يا حبيب قلبي حبيبي والله ما عارف اقول لكم ايه والله اقسم بالله ما عارف اقول لكم ايه شوف اقسم بالله ما عارف اشكر الناس ازاي شيماء يا حبيبتي شكرا شكرا ايه اللي انتوا عملتوه ده يعني انا قلت نكسب ما قلتش افترى ده اسمه افترى على طول الناس اللي عندي ايديهم قادره بس ايديهم عافيه بس شكرا شكرا بس في كلمه عايز اقولها عشان اول واحد كنت بلعب انا بلانا جدا شخص كويس ويستاهل كل خير وجمهور العراق واخواتنا في العراق يستاهلوا دايما الخير احنا واحد وابدا ما في حاجه تخلي في حساسيه بالعكس المنافسه جميله وبنعمل اجواء شكرا شكرا لداعميني ارحموا يا رجاله ارحموا يا اسطوره الف مبروك الله يبارك فيك وان شاء الله عقبال ما تاخذ المركز الاول تستاهل كل خير يا حبيبي ابو علي مبروك ليك ولجمهورك ولمصر كلها حبيبي ابو علي شكرا يا بلانا اخويا يا رجاله يا رجاله الراجل ده والله يستاهل كل خير اخويا الغالي واخواتنا في العراق حبايبنا الغاليين يا عم والله ما قصرتوا ما شاء الله عليك عمر دي والله العظيم انك تستاهل يا روح قلبي يا روح قلبي يا روح قلبي الله يبارك فيكي وشكرا لمتابعين سهل الجمال حبايب قلبي يا بختكم بيها والله الله أشرف هنا أشرف شباب رجالة كل إخواتي اللي موجودين كل داعميني دي مش حاجة جديدة عليكم أبداً 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 ده الطبيعي عندكم وده اللي الناس كلها عارفاه
عظيمة رب الكعبة ان هنا القوة دي مش من فراغ. شكرا شكرا لكل اخواتي، كل الناس اللي وقفت معايا ومحدش قصر معايا ابدا. والله العظيم ثلاثة ان وجود اصغر واحد هنا كافي بالنسبة لي. شكرا شكرا. والله رجالة كبرتوا الواحد وابدا ما صغرتوا شكلنا، بالعكس يعني اضعاف اضعاف الناس اللي شكرا لكم. وكده فاضل جولة لسه مش عارف والله هلعب قصاد مين، وبعد كده النهائي. شكرا للكل، والله اداكم ام 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 البطولة. بس عايز رجالة الشير ما يقفش، الشير ما يقفش. كل اخواتي اللي موجودين ابدا ما في واحد موجود هنا قصر معايا. شير، والجولة التانية ان شاء الله يحصل الخير. شير.